الله يرحم الرئيس الخالد كان يقول الخبز خط احمر. إيه هلا ربطة الخبز صارت 100 ليرة وبرا بالسوق ب 800 ليرة وب 1000 ليرة. يمكن نحن هلا بظل الحرب إذا سيادة الرئيس تفضل علينا وشاركنا وسمع لنا، بس أكيد أنت سامعنا تقبرني سامعنا الله يخلينا ياك يا رب، أنت والست أسمى يا رب. أنا شفت واحد بباب صريجة عم يبيع ابنه قلت له يوه شو هاد؟ قال لي ايه والله لأنه عندي ستة غيره. شو عم يبيع بدي طعمية؟ عرضه للبيع، ابنه عمره 6 سنين. أنا عم شوف الناس من الحاويات عم يلتقطوا البندوراي المعفنة، شقفة الزهرة، الورق تبع الزهرة، عم يلاقوا حدا كابب صندويشة يعني خالصة. صح. أنا عم شوف بعيني. يعني كتير غلا، يا ربي دخيلك الفقير منين بده ياكل؟ طب مين المسؤول عن الغلا بنظرك؟ والله ما بعرف، الدولة. الدولة. قلتي انت على الدولة، الدولة هون عاملين لها ستوب. انت لا مو على الدولة، على الحكومة. تمام، انت كملتي الدولة على التجار. ما فيها شيء. انا بحب دولتي وبحب رئيسي. قالوا بانه ممكن الله يرحمون ربيع والفنانة هدى، الله يرحمون راحوا. ليش الله يرحمنا؟ والله ما حدا سألنا ولا حدا حكانا، بالعكس في ناس كتير من الدولة مبسوطين من هالكلام. إذا عم بتسول لرئيسي أشرف ما أتسول لحدا تاني.